أصدقائي وحبايبي، ده اختبار للشخصية بيكشف هل أنت غامض أم صبور أم انفعالي أم مثالي من خلال لون الكوباية اللي أنت بتفضله. دي الألوان اللي موجودة عندكم، احنا هنقول لون لون. يلا بينا نبتدي، يلا بينا. بس قبل ما نبتدي أرجوكوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان نستمر نعمل الاختبارات دي. نبدأ يلا بينا. أول لون عندنا هو اللون، أول لون معانا هو اللون الرمادي، واللون ده بيدل على الغموض وعلى التمتع بصفات شخصية غير واضحة بالنسبة للناس التانية، كما إن هو بيكشف في المقابل جاذبية الحضور والقدرة على لفت الأنظار في الكثير من المناسبات والمواقف. ده يعني إن الرمادي في معناها إن أنت شخصية بتميل إلى الصمت، وإنك بتفكر بطريقة هادية بعيدة عن الضجيج والفوضى والازدحام. كمان اللون الرمادي ده اللون الراسي، الإنسان الراسي العاقل. أما اللون التاني معانا هو اللون الأسود، وهو لون عدم الاستسلام والحفاظ على المبادئ وعدم التنازل عنها أيا تكن الظروف التي يمكن أن تدفع الإنسان إلى ذلك، وبيشير أيضا إلى القدرة على اكتساب ثقة الآخرين وعلى تحمل المسؤوليات خصوصا في الأوقات الصعيبة. ده اللون الأسود. أما اللون الأصفر فأنت إنسان قبل ما بتقوم بأي خطوة بتفكر كويس جدا، وأنت إنسان حذر وعندك صبر كبير جدا، كما إن اختيارك للون الأصفر يعني القدرة على أخذ القرارات المهمة في حياتك والمصيرية، وأنت إنسان منطوي على نفسك في بعض الأوقات، بتحب تقعد لوحدك كده مش عايز تقعد مع حد أحسن، وخصوصا في ظروف الفوضى لما يبقى في مشاكل أو كده بتبقى عايز تقعد لوحدك وتجد حلول. أما اللون الأزرق فهو لون الملوك، لأنه هو بيشير إلى التمتع بموهبة التعبير عن المشاعر، وكمان بإنسان اللي بيحب اللون الأزرق ده بيكون إنسان ذكي وبيميل إلى التفوق، وأنه إنسان بيركز جدا على تحقيق أهدافه والدفاع عن وجهات نظره بعقلانية، وهو عنده قدرة على الإقناع، وبيدر كمان أنه هو إنسان عنده ثقة بنفسه واستعداده الدائم لمواجهة الظروف الصعبة والأزمات بقوة. وخيارك للون الأزرق وإنك بتحب اللون الأزرق، أنت إنسان عندك قدرة على التفكير بعمق في مختلف المواقف وشؤون حياتك، أنت إنسان ذكي. اللون البنفسجي، اللون البنفسجي ده بيدل على شخصية بتميل إلى المثالية، أنت إنسان مثالي، أنت إنسان مثالي، وبيعني الميل إلى تطبيق القوانين، بتطبق القوانين بحذافيرها والقواعد بحذافيرها بدون تفكير، وانت كمان عندك جدية، انسان جاد جدا وبتحرص على تنفيذ الخطط بحسب القواعد والقوانين زي الكتاب ما بيقول زي ما بيقوله، وكمان لما بيبقى وراك هدف بتسعى لتحقيق هدفك اللي انت حطيته من غير اي اخلال بالمعايير التي جرى تحديثها لذلك، فانت انسان مثالي. أما اللون الأحمر ده لون جميل جدا، لأن اللي بيختار اللون الأحمر بتبقى شخصيته بتميل إلى الحيوية والنشاط والضحك والتمتع بروح المبادرة، وإن هو إنسان يعني ما عندهوش تردد في إن هو يشجع الآخرين إن هم ينجحوا، بيحب يقدم دايما الدعم للآخرين لما بيحتاجوه، والإنسان ده كمان عنده قدرة على إن هو يشارك أفكاره وعنده قدرة على الحوار مع الآخرين وتبادل القدرات والمواهب، إنسان كويس جدا عشان يحسن من الواقع اللي موجود، يعني إنسان بيسعى لأنه هو يكون متعاون مع الآخرين. اللون الأخضر بقى من أجمل الألوان، معناها أن أنت إنسان مرن في التعامل مع المواقف والأحداث والأشخاص، كمان أنت بتتمتع بإرادة قوية، لما بتعوز تغير حاجة في حياتك أنت بتغيرها بصورة جميلة جدا، كمان الخيار ده بيدل على أن أنت ما بتمشيش ورا كلام حد، لا تنساق إلى آراء الآخرين، أنت دايما بتفكر بعقلك وبتشوف آراء الآخرين دي صح ولا لأ، لأن كل واحد بيديك رأيه من وجهة نظره هو الخاصة، ملوش دعوة تروح في داهية ما تروحش في داهية مش مشكلة، فأنت عشان كده ما بتنساقش وراء آراء الآخرين، خاصة إن أنت كمان أنت ما يعني أنت مش إنسان واقعي، أنت إنسان يعني إيه دايما بتميل إلى بناء علاقات مفيدة، يعني أنت إنسان الناس شايفينك مش واقعي.